ورحمة الله وبركاته. هذا هو الفيديو ديال ديك الطيارة اللي كانت غادي تطيح، طيارة مغربية. وصراحة هذا البيلوت هذا اللي في هذه الطيارة يستاهل يعني كل الخير، حيت صراحة تقاتل، حيت هما بجوج كانوا بجوج كيكونوا في الطيارة وتقاتلوا تبارك الله. يعني صراحة شحال من واحد راكب في هذه الطيارة تبارك الله، وهيداك معاك الريح تبارك الله، ومشى واقيلا واحد الجناح. حيت لاحظت انا غير فاش هبطت كاع المطار لاحظت بان واحد الجناح مضروب. شوفوا الاخوان، خليكم مع الفيديو وتابعوا لنا شنو كيكون الداخل. هذيك اللحظة الدينارية كدور، هي ماشية كتجبد و حيدها من البحر. شو سبحان الله، شو يعني صراحة يستاهلوا يعني كل خير. شوف داي طيارة بجد، شوف كيف ما كتسمعوا الاخوان في الفيديو راهم كيراسلوا. يا الله يا الله يا الاخوان، الطيارة كيف شاطة. يعني واحد الصعوبة باش تحكم فيها، حيت على شوية كنت غاتوقع كارثة بالكامل.